فإذا الآن للقسم الثاني، القسم الثاني لاحظوا أعزائي فيه هذه هلو، جيد فيه هلو وهذه الأمور. بالنسبة لموضوع هذه الحركة، فهذه الحركة لن نضيفها. السبب أن يعني تحتاج منا شيء أكثر، فقط سنضع عنوان هلو وصورة. هذه الصورة أريد أن أجلبها، كيف نجلبها؟ فلنرى، فإذا هذه الصورة على الأغلب هي عبارة عن background و CSS. فأين هي background؟ ها هي. فإذا أنا قمت بعرضها، فإذا هذه هي الصورة. بكل بساطة سأخذها، فإذا copy، جيد، وحفظتها. فبكل بساطة الآن يمكن أن أذهب مرة أخرى إلى هنا، جيد، وأقوم بإنشاء مكون كونتينر جديد، جيد. بكل بساطة هنا الشيء الذي سأقوم به، سأقوم بإنشاء مجموعة group يعني، وهذه المجموعة أيضا سأقوم بإنشاء بداخلها مجموعة أخرى، وهنا فقط سأضع فقرة مثلا وأكتب مثلا أي شيء، لا مشكلة. بالنسبة لهذه المجموعة، جيد، فأنا أريد أن أسميها حتى لا أضيف، فهذه المجموعة هي المين بلوك، أو مثلا الهيرو بلوك، دعونا نسميها الهيرو بلوك أو الهيرو. هذا عادة الصورة والذي فيها زر يسمونها هيرو أو شيء مماثل لهذا، وبالتالي يمكن أن نسميها هيرو، فإذن هيرو بلوك. وبالنسبة هذه التي بداخلها نسميها هيرو إنر. طبعا أنا دائما هكذا، يعني هكذا طريقتي بالتسمية، يعني الأساسي أسميه اسم والبداخل أسميه إنر. وخلال يعني خبرتك بالعمل ستعرف لماذا أقوم أنا بذلك، وربما تقلدني وتقوم بنفس الشيء، وربما أنت تقوم بهذا أيضا. فإذا الآن هذا هيرو وهذا هيرو إنر. لاحظوا أن بالصورة يوجد لدينا الصورة، فدعوني أقوم برفع هذه الصورة، رفعتها على الميديا. فإذا الآن هنا بدلا من هذه الفقرة يمكن أن أكتب بعد الفقرة أكتب add after، وبعدها هنا أقوم بإدخال صورة، أو الأفضل أن ندخل غلاف. إذا هذا هو غلاف، هذا الغلاف سندخل الصورة التي نريد، فمثلا مكتبة البسائط، وسنختار الصورة التي هذا، جيد، هذه الصورة التي اخترناها مكتبة الوسائط، تم تحميلها هنا. بالنسبة لهذه الفقرة يمكن أن أحذفها، جيد. والآن بالنسبة لهذا لاحظوا يكتب أهلا بك في موقعي، فهذا يمكن أن نجعلها مثلا عبارة عن عنوان و H2، ونكتب مثلا أهلا بك في موقعي، جيد. وهذا أضعها باللون، طبعا كون كل شيء مكتوب هنا باللون الأبيض فيمكن أن أضعها باللون الأبيض، فأكتب هذا أني أريدها، أو كل واحدة منها باللون الأبيض، لا مشكلة. فإذا هذا سنضعها باللون الأبيض، فإذا الآن هي باللون الأبيض، جيد. وبعدها فإذا add after سنضيف فقرة، هذه الفقرة هي نفس الأشياء التي هو كتبها هنا، هو كتب لون بسيط يمكن أن أخذه. طبعا بالنسبة للون هو نص مكتوب باللغة اللاتينية، ويستخدمه المطورين حتى يكون نص، يعني مثل نص place holder، يعني بدلا أن يقومون بإضافة نص فيضيفونه. فإذا هنا محاذاة إلى الوسط بهذا الشكل. طبعا بعده add after يوجد لدينا زر، فسأضيف زر، فإذا button هكذا أو أزرار، ها هو، وأضيف مثلا ملفي، مثلا ملفي الشخصي، مثلا ملفي الشخص، هذا يمكن أن أجعله متوسط من هنا، لاحظوا ضبط العناصر الوسط، ها هو. بالنسبة لهذا لاحظوا هو تقريبا يوجد لديه لون ممتلئ باللون الأصفر، هذا لون الموقع هذا. فبكل بساطة يمكن أن أحدده بهذا الشكل، أختار لون الخلفية أصفر، جيد، لون النص هو لون النص الأساسي. بالنسبة للبوردر راديوس لاحظوا لدينا بوردر راديوس يمكن أن أضع هنا 0 بهذا الشكل. لاحظوا أن هذا النص هنا أو هنالك مسافة بين هذه العناصر كلها، فإذا أردت أن أعرف هذه المسافة يمكن أن أكتب inspect element حتى أرى ما هي هذه العناصر.
لدينا ال H1، لاحظوا ال H1 لديه مارجن. أين هو ال H1؟ ها هو ال H1، هذه ال H1 لديه مارجن بوتوم 45، فبالتالي أتوقع أيضا النص هذا أيضا مارجن بوتوم 45. فبدلا من أقوم بإضافة مارجن، لاحظوا حتى المطورين القدامى يكتبون مارجن وهذا، فأنا قمت بتسجيل فيديو جديد للأعضاء أخبرتهم لا تستخدموا المارجن ولا تستخدموا البادين. فيمكن بكل بساطة كون هذه الأشياء الموجودة هنا، هذا يمكن أن أضعها بمجموعة، فإذا أكتب تجميع وأضع كل الأشياء هذه بمجموعة. فإذا وضعتها بمجموعة بهذا الشكل، وهذه المجموعة دعوني أسميها، سأسميها هيرو كونتنت. هذه المجموعة إذا ذهبت إلى هنا يوجد خاصية الجاب أو تباعد المكونات، فيمكن أن أضيف أني أريد 45 بكسل بين المكونات. لاحظوا حققت نفس المسافة الموجودة هنا. أيضا هذا النص كم الويت الخاص به؟ لاحظوا الويت فيه 720 بكسل. فما الشيء الذي يمكنني أن أقوم به؟ يمكنني أن أقوم بتجميع هذه الفقرة بهذا الشكل، أجمعها، وعندما أجمعها أعطيها ويت 720 بكسل. لاحظوا ممتاز. إذا وجدت أن السطر ملتصق بالسطر الثاني، فيمكن أن نضيف من هنا من الخطوط، نضيف ارتفاع الخط ونجعل ارتفاع الخط 1 و3 مثلا، جيد، أو 1 و5، يعني 1.5. وحفظ التغييرات، والآن تحديث. إذا لاحظوا الآن سيظهر الموضوع، ها هو. طبعا قد تقول لي الصورة ليست كما هي، صحيح ليست كما هي، الآن سنعمل عليها. فإذا الصورة هنا لاحظوا بالنسبة لهذا الهيرو الأول قمنا بوضع غلاف، لا وضع، عفوا، أخذ محتوى يعني تستخدم المكونات الداخلية على المحتوى، لا، وهذا لا الانر، لا، جيد. بالنسبة لهذا الغلاف الآن سنقوم بضبط إعداداته. فإذا ضبط إعدادات هذا الغلاف، فنحن نريد من هنا أن نجعل له، طبعا هنا يوجد عتامة للغشاء، يمكن أن لا نجعل له عتامة، نجعل اللون هكذا أو نضيف عتامة معينة بهذا الشكل. وبالنسبة لأدنى ارتفاع هنا، فيمكن أن نحدد نريد أدنى ارتفاع مئوي أو غير موجود، لا، أدنى ارتفاع بالـ VH. الـ VH أنتم لا ترونها، الـ VH يعني View Height. فإذا لاحظوا هو بالـ View Height هذه الصورة أخذت كل الـ View Height. ماذا يعني View Height؟ يعني الارتفاع أو الطول الظاهر لك في النظر أو في الصفحة، هذه أخذتها كلها، صحيح؟ فبالتالي هنا نريد أن نعطيها كل الـ View Height، فإذا 100%. فإذا قمنا بالنقر على حفظ وتحديث، لاحظوا ها هي، طبعا أهلا بك بموقعي وهذا، طبعا لاحظوا أن هذا فيها عتامة أكثر، فيمكن أن نطبق لها عتامة أيضا. مرة أخرى نعتم الموضوع، العتامة أعتقد هو اختار لها لون، هذا اللون، ويمكن أن نجعلها أكثر عتامة بهذا الشكل. فإذا حفظ. طبعا أنت يمكنك أن تنسخ فعليا أو أن تطبق فعليا نفس القواعد بالـ HTML، لكن أنا أريك بشكل عام كيف يتم يعني التطبيق. فإذا جميل جدا. الشيء الثاني الذي يمكن أن نتعلمه بهذا الخصوص هو التالي، هو أن هنا عندما تقوم بالهوفر حوله، لاحظوا بالهوفر حوله ما الشيء الذي يحدث؟ يصبح الـ background transparent، جيد؟ هذا الشيء يمكن أن نطبقه. كيف نطبقه؟ هل نطبقه بالطريقة theme.json؟ يمكن أن نطبقه بـ theme.json، لا مشكلة بذلك، يمكن، لكن أنا أريد أن أعلمك شيء جديد. هذه هي ملفاتنا، جيد؟ أنا وضعت الصورة هنا، لكن لا داعي لذلك، لا داعي أن نقوم بوضع هذه الصورة موجودة هنا حالياً، لكن أنا وضعتها، أنت قم بوضعها، لكن لم أستخدمها الآن من هنا، استخدمتها من مكتبة وسائط ووردبريس. المهم أريد إنشاء ملف جديد اسمه functions.php. هذا الفانكشن معروف بالقوالب الكلاسيكية بأنه يقوم بماذا؟ هذا الفانكشنز يقوم بإضافة فانكشنز إضافية للقالب. هذا الملف ما زال موجود بقوالب المكونات، ويمكن استخدامه لإضافة أشياء جديدة يعني بقالب مكونات أو function جديدة. بداية نفتح تاج الـ PHP
لإضافة شيء هنا. وهنا سنضيف شيء سأسميه register block start. جيد. قبل أن نبدأ أريد فقط أن أريكم شيء. عندما أنا أقوم بتحديد هذا الزر، جيد هذا الزر، لاحظوا أن هنا يقول لي التنسيقات يعني styles، تعبئة فعل محدد outline، فيقول لي يعني اختر من هذا. أنا فعليا يمكن أن أقوم بنفس الشيء، يمكن أن نضيف خيار لهذا. فكيف ذلك؟ هذا الشيء الذي أريد أن أعلمك إياه الآن. فبكل بساطة هنا سنقوم بشيء اسمه Add Action. إذا كنت لا تعرف Add Action فأنا أنصحك بالعودة لأساسيات تطوير WordPress. دعوني أريك إياها بشكل سريع لأن بعض الأشخاص فعلا لا يعرف أننا نشرح هذه الأمور، فأكون صبورا إذا كنت تعرف حتى نقوم ب يعني مساعدة أصدقائك. فإذا هنا بمسارات ذهبت لموقعي مسارات تعلم واذهب لأساسيات تطوير ووردبريس. هنا بأساسيات تطوير ووردبريس تأكد أنك تعلمت الأكشنز. هنالك درس خاص عن الأكشنز، درس خاص عن الفلتر. تأكد أنك تعلمت هذه الدروس التي وضعتها أنا هنا، جيد؟ تأكد أنك تعرفها. فإذا الآن سنستمر، سنقوم بإضافة هنا Add Action، جيد، و Add Action للإنت هوك، وسنضيف سنضيف بادئة القالب الخاص بنا. ما اسمه؟ اسمه LWN Photographer، فأنا سأضيف Photographer هكذا. صحيح أنا كتبتها لا أعرف. إذن Photographer هذا اسم القالب، البادئة أضعها underscore وثم أكتب هنا Register Block Styles Fallback. طبعا هذا اسم function أنا أضفته. الآن هذا function نفسه سأقوم بأخذه ووضعه هنا. سأقوم باستخدام function بووردبريس اسمه register block style. وأنا فعليا أريد register block style. لماذا؟ للزر. للزر كيف عرفت للزر؟ هنا لاحظوا إذا قمت أنا بinspect element، أنا الآن استخدمت الزر هنا. فإذا قمت أنا بinspect element، ما اسم هذا؟ اسمه WordPress Block Buttons، وهذا لوحده button واحد يعني. فهذا يمكن الشيء الذي أقوم به هنا أن أخذ اسم هذا، فذن Core Button بهذا الشكل، وأقوم بفتح Array، وبهذه Array أريد إضافة Style جديد، وبالتالي سأعطيه اسم. هذا الاسم مثل Slug، وأنا أريد أن أسميه مثلا LWN Photographer button. أنا هكذا أريد أن أسميه. طبعا يمكن أن تسميه، أن تضع مثلا داش، ليس لا داعي لي underscore، يمكن أن تضع داش هكذا تسميه. هذا slug، جيد. الآن تريد أن تضع label هنا، هذا label لهذا الموضوع، فالlabel سيكون اسمه مثلا theme button، جيد. هكذا هذا اسم label. و هنا سنضيف الستايل الخاصة بهذا الستايل الجديد الذي اسمها inline style. وinline style سنكتبها بهذا الشكل، لاحظوا. وهنا لا ننسى السيمي كولون الخاصة بووردبريس. هنا نكتب، لاحظوا بالنسبة لووردبريس block button هكذا هو اسمه، أو هذا الكلاس الذي يتم وضعه له. نكتب dot ونكتب is style ونضيف هذا الذي أضفناه هنا. فنكتب is style، هذه ثابتة، نضيف is style وثم نكتب الشيء الذي كتبناه في الأعلى photographer. ما قصتي مع photographer؟ إذن هنا البطن بهذا الشكل، جيد. والآن أضيف الستايلز التي أنا أريد. فمثلا يمكن أن أكتب هنا background red وأكتب important وفقط. الآن لو عدت للموقع هنا هل يوجد خطأ؟ سيعطيني خطأ. إذن ما هو الخطأ؟ الخطأ بالسطر السابع عشر. إذن لنرى. نعم أنا وضعت هنا سيمي كولون وأنا أعتذر. لا، سيمي كولون يفترض أن تكون هنا. فإذا الآن مرة أخرى أحدث، لا مشكلة به. وهنا مرة أخرى سأحدث، أحدث بالمحرر حتى يأخذ الشيء الذي أنا كتبته. إذا قمت بتحديد الزر مرة ثانية وقمت بتحديد هذا، لاحظوا سيأتيني هذا الذي أنا أنشأته الذي اسمه theme button. وإذا وضعته بهذا الشكل، لاحظوا ال background هنا كان فيها أحمر، لاحظوا فيها أحمر نوعا ما. إذا قمت مثلا بمحدد، لا قمت ببتن هكذا، جيد، وحفظ
الآن سنطبق التغييرات، لا مشكلة. إذن تحديث، وهنا قمنا بإنسبكت إليمنت. تتبع معي لأن هذه الطريقة لحل المواضيع، لا تتذمر رجاء. أنا أعرف الكثير من يشاهدني يتذمر، يقول ما هذا، مش الذي أنا أتعلمه، وهذا السبب سبب قلة الحيلة، لأنهم لا يريدون أن تعلمون، يريدون فقط شخص يقول لهم افعل كذا وافعل كذا. فإذن هذا هو الزر، لاحظوا أعزائي، هذا الزر الباك جراوند أحمر، لكن فعليا أنا يجب أن أعطي الأحمر للأي تاج لللينك. فبالتالي هنا الشيء الذي سأقوم به، سأعدل الستايل الخاص بي، وأنا سأكتب هكذا أن البطن جيد، الووردبريس بلوك بطن underscore underscore link جيد، هذه التي أريدها background red. سأمسح الimportant حتى أتأكد أنها ربما ليست ضرورية فعليا، فإذن لنرى. فالآن أنا سأحدث هنا، والبطن مرة أخرى سأحدثه هكذا جيد، وأختار theme button مرة أخرى، طبعا هو يفترض أن يكون أحمر، فأعتقد ربما هنا سيأخذ الأحمر، يفترض أكيد لم يأخذ الأحمر. مرة أخرى نتحقق لماذا لم يأخذ الأحمر، عادي جدا يعني. فهذا هو الأحمر، لاحظوا لم يأخذ الأحمر، ربما لو كتبت هنا important جيد سيأخذ الأحمر. فإذا لاحظوا فهو ينقصه كلمة important التي أنا مسحتها. فإذا الآن مرة أخرى سنحدث، فهذا هو أحمر. طبعا أنا بالتأكيد لا أريده أحمر، الشيء الذي أنا أريده التالي هو أنني أريد أن عندما يتم الهوفر حول هذا، فأنا أريد أن يكون الباكجراوند ترانسبيرنت. بالتالي هنا سأكتب ترانسبيرنت وأقوم بتعليق هذا. إذا الآن مرة أخرى تحديث، لاحظوا الآن عندما أقوم بذلك سيصبح ترانسبيرنت، لكن لاحظوا الشيء هنا أن عندما يقوم بالنقر هكذا يصبح الكلر ترانسبيرنت، لكن يجب أن يكون الكلر الباك جراوند ترانسبيرنت، يجب أن يكون هنالك بوردر وكلر. وبالتالي هنا بكل بساطة يمكن أن أكتب color var wordpress preset color، والكلر هو contrast. هذا بالنسبة للكلر. بالنسبة للبوردر نفس القصة، إذا بوردر 1 بيكسل سوليد، وثم هذه الموضوع. فسنحاول مجددا تحديث، طبعا تحديث لدينا وليس لديه، فإذا تحديث. فإذا الآن لو قمت أنا بالنقر هكذا، لاحظوا ظهر البوردر لكن الكلر هذا لم يظهر. لماذا؟ لأن بكل بساطة أحيانا يجب أن نضع important. فإذا important، فإذا مرة أخرى تحديث وهكذا، فالآن ظهر. لاحظوا طبعا هذا روان تقول هنالك نوع من السموث إفكت أو ترانزيشن بسيط، هذا الشيء يمكن أن أضيفه هنا. جيد أن أضيف ترانزيشن. طبعا أنا كل هذا أنا أكتب CSS، أنا لا أكتب شيء يعني ووردبريس. فإذا هكذا وتحديث وبهذا الشكل، لاحظوا هذا الشكل الذي جاء وهذا الشكل الذي لدي هنا. تحديث أنا حدثت هناك عفوا. فإذا لاحظوا طبعا نصف سكند يمكن تكون كثيرة، تضعها اثنين مثلا ثلاثة طبعا. ويمكن كل هذا الذي أنا أكتبه تأخذه من المصمم نفسه، من الستايل شيت، يعني لا داعي أن تكتب، يعني لا داعي أن تكتب بهذا، لكن أنا أحاول النقل بالنظر. طبعا الآن انتهينا من هذا القسم، لاحظوا انتهينا منه، هذا لم نطبقها أجلناها، والباقي الآن يعمل. الموضوع الثاني الذي يمكن أن نقوم به هو أننا يمكننا أن نقوم بفعليا إضافة شيء بووردبريس اسمه buttons. ما هو الباترنز أو الأنماط؟ الأنماط أعزائي هي يعني مجموعة من المكونات التي تجمع مع بعضها البعض لتحقيق هدف معين. ماذا يعني؟ يعني أنا مثلا لو قمت أنا بهذا القسم، هذا القسم فيه صورة، فيه أهلا بك في موقعي، فيه هذه اللور، فيه هذا ملف الشخصي، هذا معا تشكل فكرة معينة، قسم من الموقع يمكن أن أضيفها كنمط. فبكل بساطة كيف أقوم بإضافتها كنمط؟ سأغلق الآن الفانكشنز وأذهب وأقوم بإنشاء مجلد هنا بملفات موقعي، هذه هي الملفات، يمكن أن أنشئ مجلد جديد اسمه buttons، ويجب أن تسميه كما أنا أسميه، هذا ليس موضوع قابل للتغيير. بداخله
يمكن أن ننشئ ملف بـ PHP. الملف يكون اسمه مثلاً LWM photographer hero.php. جيد. وهنا سأقوم بفتح الـ PHP بهذا الشكل، لأنني يعني أكتب الآن PHP، وعلي أن أضيف تعليق بسيط حتى أوضح عن هذا النمط. ومن نفس فكرة الثيم والبلاجر، هنا سأكتب تايتل، والتايتل سيكون اسم هذا البتن، بس سأسميه LWN مثلا فوتوغرافر، LWN فوتوغرافر هيرو، هكذا أريد تسميته. أيضا يجب أن نضيف له سلاج، وهو طريق الاسم الداخلي له، فالسلاج سيكون هو نفس سلاج التكست دومين الموقع الذي عادة يكون اسم مجلد الثيم، مثلا LWN فوتوغرافر وثم سلاش اسم هذا، فأنا أريد اسمه أن يكون LWN photographer hero. جيد. وفقط يمكن أن نضيف هذه الأشياء وفقط. أدناها أعزائي يمكن أن أضيف محتويات هذا، يعني محتويات هذا إذا قمت أنا بنقر هنا، أنا أريد محتويات الهيرو، أقوم بتحديثه هكذا، أقوم بالنقر هنا نسخ. الآن أقوم بإغلاق الـ PHP بهذا الشكل، وأقوم بنسخ محتويات النمط هنا بهذا الشكل. الشيء الذي يجب تغييره هنا بالنمط، لأن هذا النمط يجب أن ينتقل لمواقع أخرى ويتم استخدامه، الشيء الذي يجب إصلاحه هو بالنسبة للإيمجز. فإذن بالنسبة للإيمجز لاحظوا يتم إضافة هنا مثلا إيمج وسورس. طيب الشخص الآخر ليس لديه هذا السورس نفسه، ليس لديه هذه الإيمج نفسها. فإذن لاحظوا أعزائي، أنا مثلا لو قمت الآن بفتح مثلا جديد مقالة، مثلا جديد مقالة، وهنا قمت باختيار غلاف كفر هكذا غلاف، وذهبت إلى مكونات الموقع محرر الشفرة المرجية، لاحظوا الكفر هنا ليس لديه شيء سوى هذه الدف، وفيه has background وكل المعلومات وفقط، ليس لديه الإيمج أصلا، ليس بداخله إيمج هنا. فالشيء الذي يمكن أن أقوم به هنا أن أحذف الإيمج أصلا كلها التي هي بداخل الإسبان. فإذن هنا يمكن أن أقوم بحذف هذه الإيمج كلها، احذف الإيمج بهذا الشكل. فإذن هذه هي، أعتقد هكذا صحيح، إذا كان هنالك خطأ سأصححه لاحقا. طيب هنا نحن الآن بهذه المقالة، يمكن أن أقوم مرة أخرى بمحرر الشفرة البرمجية وأقوم بحذف هذا كله والخروج من محرر الشفرة. الشيء الذي يمكن أن أقوم، وأن أقوم بالتحديث، وأنا أريد إضافة النمط الذي أدخلته قبل قليل، طبعا ما زال هذا موجود، لا مشكلة، يمكن أن أحذفه من هنا، سأحذفه من هنا حذف، وهنا سأقوم بالنقر في كتابة بلاس، وهنا سأقوم بالبحث عن النمط الجديد الذي هو LWN photographer. ها هو، لكن لاحظوا هنالك خطأ فيه، لنرى. فإذا يحتوي هذا المكون محتوى غير صالح، فإذا مرة أخرى عندما تقوم بالنسخ بشكل خاطئ سيقول لك هذا الموضوع. أعتقد السبب أن لدينا ID هنا لهذا الكفر، فإذا مرة أخرى، فإذا هذا الكفر أين هو؟ نعم صحيح. فإذا لاحظوا هذا الشيء الذي نسينا أن نحذفه. بالنسبة لل URL، هذا هو ال URL موجود، يجب أن أحذفه. وبالنسبة أيضا لل ID يجب أن أحذفه لأن ليس لدي ID. فإذن سأحذف الـ URL كامل بهذا الشكل، سأحذف هذا، ومرة أخرى سأخرج من الشفرة وأقوم بإضافة الغلاف مجددا، أو أضيف البتن الذي أنشأناه. فسنضيف LWM photographer. ها هو صحيح. فإذن لا يوجد به خطأ، وهذا شيء جيد. فإذن هذا هو البتن، والآن يمكن فعليا أن نضيف إضافة ملف وسائط هنا لهذا. يمكن أن نضيف مثلا شيء آخر هنا، مثلا هذه الصورة يمكن أن نضيفها للغلاف الخاص به. فأصبح لدي هذا عبارة عن بتن، يعني نمط يمكن أن أعيد استخدامه في كل الموقع، وهو متاح، أو يعني متاح لكل القوالب. هذه هي. فإذن الآن أنا أنشأته، فإذن جيد جدا. فالآن لنتصفح ملفات الموقع، ملفاتنا كلها.
فإذا لاحظوا يوجد لدينا الفانكشنز الذي أضفنا فيه ستايل إضافية، لدينا البارتس الذي وضعنا فيه الهيدر، لدينا الأنماط التي هي فيها ال LWN Photographer Hero هذا الذي أضفناه قبل قليل، لدينا الستايل دوت سي اس اس التمبلت التي هي الاندكس وثيم دوت جيسون. هذه الصفحة تبدو كأنها صفحة فرونت بيج، يعني يمكن أن نضيفها أيضا، نضيف تمبلت فرونت بيج، يعني يمكن أن نكتب التالي، أن نقوم بكتابة هنا إنشاء تمبلت جديد، فإذا تمبلت الفرونت بيج ها هو، فيمكن أن أضعه هنا فرونت بيج ومحتويات الاندكس، فإذا سأنسخ محتويات الاندكس بداخل تمبلت اندكس بداخل التمبلت فرونت بيج. والآن إذا ذهبنا لفرونت بيج لاحظوا أعزائي سنجد هنا لدينا هنا ماذا؟ لدينا الهيدر لأنه هو الأساسي صحيح؟ هنا أدنى الهيدر نحن نريد إضافة الباترن الذي أضفناه قبل قليل، فكيف ذلك؟ كيف سنضيف هذا الباترن بداخل الملفات الآن؟ ليس بداخل المحرر، بداخل الملفات. هل يمكننا ذلك؟ نعم يمكننا ذلك، الآن سنقوم بذلك. الشيء المهم حتى نقوم باستخدام البتن، إذا أنا فتحت البتن مجددا، ملف البتن الذي أنشأته قبل قليل ها هو، أهم شيء فيه هو هذا السلاج، فإذا طالما لدي هذا السلاج أنا يمكن أن أقوم باستخدام هذا البتن بأي مكان، فأنا سأقوم بنسخ هذا السلاج الموجود هنا، وهنا بالفرونت بيج سأكتب التالي، سأكتب هكذا هنا، سأفتح التاج الجوتنبرغ بهذا الشكل وسأغرقه بنفس اللحظة، هكذا يتم الإغلاق، لاحظوا، إذا فتحته بنفس اللحظة وأغلقته بنفس اللحظة، هنا سأكتب WordPress وثم نقطتين رأسيتين ثم button بهذا الشكل، وبين أقواس هنا سأكتب السلاج الذي نسخته قبل قليل بهذا الشكل، هذه هي طريقة الكتابة، طبعا عفوا أنا نسخت شيء آخر، دقيقة، هذه هي طريقة الكتابة، فالفكرة هي التالي، هنا لدينا طبعا لدينا ماذا؟ هنا لدينا هذه الجوتنبرغ تاج التي تستخدم كثيرا، تبدأ بهذا الشكل وتنتهي بهذا الشكل، كلها تبدأ هكذا وتنتهي هكذا، فلاحظوا حتى البارت تبدأ هكذا تنتهي هكذا. بالنسبة للتاجز الخاصة بووردبريس لاحظوا ووردبريس جيد، عندما أضفنا التمبلت هيدر تمبلت بارت الذي هو الهيدر أو الفوتر فأضفنا هذا بهذا الشكل، وهنا نريد إضافة باترن فكتبنا بهذا الشكل، هذه الأقواس الموجودة هنا في هذا الموضوع، هذه الأقواس هذه عبارة عن الأتريبيوتس أو الخصائص لهذا التاج جيد، فخصائص هذا النمط أن السلاج الخاص به يساوي كذا جيد، يعني جيد نفس السلاج الموجود هنا في الأعلى الذي أنا أضفته للموقع جيد. فإذا الآن انتهينا فعليا، يمكن أنا نفس هذا الكود الذي لدي هنا بفرونت بيج أن أضعه بالإندكس، يعني بالتمبلت الإندكس يمكن أن أضع نفس الكود، يعني هذا أضعه هنا نفسه هكذا. والآن إذا أردت بكل بساطة أن أقوم بالذهاب للإندكس هنا وبالنسبة للقالب، واخترت أن القالب مسح التخصيصات وحفظ بهذا الشكل وثم تحديث، سيظهر لي البتن هنا، لكن علي أن أضيف الصورة الآن سترونه، لكن سيظهر بدون الصورة. بالنسبة للإندكس هذا فإذا يمكن أن أكتب front page الصفحة الأمامية. إذن هذا كله لهذا الفيديو، تعلمنا الكثير كيفية إضافة هذا القسم، وسنكمل لاحقا إن شاء الله.